من جهتها أعلنت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينيف لاسخارت وفي كلمة لها خلال المؤتمر الدولي 12 لمناهضة العنف ضد المرأة عن ترحيبها بالالتزامات التي طرحها القضاء العراقي بخصوص العنف الأسري، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها الرئاسات الثلاث بشأن قانون العنف الأسري. وللأسف فإن العنف ضد النساء والفتيات واقع يومي قاسي، وسوف نستمع بعد قليل إلى ناجيات من أعمال لا توصف من العنف المتصل بالنزاعات التي اتسم بها تاريخ العراق الحديث بشكل مأساوي. ومن المحزن في العراق وفي أماكن أخرى أن يكون العنف ضد المرأة أمرا شائع الحدوث يرى بشكل أكثر حدة في السياق المنزلي، وسوف أركز في كلمة اليوم على هذه الأزمة الصامتة وجهود معالجتها. سيداتي سادتي، أدت التدابير التي تم وضعها للتصدي للانتشار السريع لفيروس كورونا الكوفيد-19 للأسف ولا تفاقم اللجوء إلى العنف في المنازل. وفي شهر نيسان من عام 2020 دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الدول لئلا تغض الطرف عن هذه الأزمة بل إعطاء الأولوية لحماية النساء والأطفال كجزء من الاستجابة لفيروس كورونا الكوفيد-19، وقال: لدينا جميعا مسؤولية مشتركة لإنهاء العنف ضد النساء بكافة أشكاله قبل الجائحة وأثناءها وبعدها. وفي وقت لاحق من شهر نيسان في غضم تقارير مقلقة حول زيادة العنف الجنساني والعنف المنزلي في أنحاء العراق، التقيت بالتجمع البرلماني النسائي ومستشارين لرئيس الوزراء وناقشنا الخطوات المطلوبة بشدة لضمان استمرار إمكانية الوصول للحماية المناسبة وخدمات الدعم والتأكد من أن مرتكبي هذه الأعمال لن يفلتوا من العقاب. وفي نفس الوقت رحبنا بالالتزامات التي قطعها رئيس مجلس القضاء الأعلى التي تؤكد بأنه لا مبرر قانوني للعنف المنزلي، وقد لاحظنا أيضا أنه بإمكان الضحايا التقدم بالشكاوى عبر الهاتف والحصول على استجابة سريعة من الشرطة. وفي هذا السياق أود أيضا الإشادة بجهود الحكومة لتشريع قانون يهدف إلى حماية كافة أفراد الأسرة من العنف المنزلي، كما نقدر جهود واهتمام كل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ونتطلع الآن إلى المداولات البرلمانية تحت قيادة رئيس مجلس النواب.